بين ليلة وضحاها، بات الفنان المصري محمد رمضان محاصر بهجوم من قبل الجمهور الجزائري بسبب تصريحات أتلى بها قبل 8 سنوات وعادت لتنتشر مرة أخرى. القصة بدأت بفيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الفنان محمد رمضان قبل 8 سنوات وهو يتحدث عن رأيه فيما حدث بين مصر والجزائر في المباراة الشهيرة التي جمعت بين المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 وانتهت بفوز المنتخب الجزائري. حديث رمضان حمل هجوما كبير على الجزائر. والله الجزائر دولة أقل من ان احنا كمصريين نتكلم عنها، يعني هي دولة مين الجزائر؟ احنا كمصريين شرف ليهم ان احنا نقول كلمة الجزائر بس، فهم ده شعب غريب، يعني شعب انا شخصيا مش فاهم هل هو عربي ولا هل هو اوروبي، يعني عامل زي البني ادم اللي لا منه راجل ولا منه ست. والله فاقول لهم انتوا حظكم حلو ان الناس اللي راحوا ناس فنانين وناس كويسين، بس قسما بالله احنا لو بعتنا منطقه بولاء الدكرور بس قسما بالله يخطفوا الرئيس بتاعكم في شوال. شكرا. حيث قلل رمضان من قيمة الشعب الجزائري وهو ما تسبب في الغضب منه، إلى أن رمضان سارع على الفور بنشر فيديو عبر حسابه على فيسبوك وجه فيه اعتذارا للشعب الجزائري عن الفيديو المتداول في الوقت الحالي، وأكد الفنان المصري أنه يكن كل احترام وتقدير لشعب الجزائر، مشيرا إلى كونه يفتخر ببلد المليون شهيد مثل باقي العرب، معربا عن اعتذاره وأسفه بسبب الفيديو المتداول والذي أكد أنه قديم للغاية. وتابع رمضان ليؤكد أنه كان صغير وقت حديثه في ذلك الفيديو. أكن كل احترام والتقدير للشعب الجزائري الغالي الشقيق والبلد المليون شهيد اللي بنفتخر بها كلنا كعرب إن هي بتنتمي إلينا، وبعتذر لهم عن انتشار الفيديو اللي كان يعني فيديو قديم جداً، كنت صغير وكان في وقت فيه خلاف شديد بين الشعب المصري والشعب الجزائري بسبب المنتخبين بسبب كرة القدم، ويعني من الواضح ان باين ان اعداء النجاح هم اللي بيدوروا عن اي خطأ لمحمد رمضان، انهم يظهروا فيديو بقاله حوالي 10 سنين تقريبا، كنت صغير فيه جدا، ويعني ومع ذلك انا بعتذر للشعب الجزائري يعني بكن لهم كل الاحترام والتقدير وبقول لهم انا اسف، انا كنت صغير وكانت لحظه غضب، ولكن الكلام ده مش من قلبي، اللي في قلبي هو كل احترام وتقدير ليكم، شعب غالي وشقيق وبنفتخر بيه، وبلد المليون شهيد بلد لها انجازات عظيمه، فبعتذر لكم المرة الثالثة أو الرابعة، وأرجو من كل يعني كل حد يشوف الفيديو ده يبعته لأي حد جزائري صاحبه، يعني أنا نفسي رسالتي دي توصل للشعب الجزائري بالكامل، يوصل لهم اعتذاري واحترامي وتقديري للبلد الغالية العظيمة دولة الجزائر. كما أنه جاء في وقت كان فيه خلاف شديد بين الدولتين بسبب مباراة في كرة القدم، وأشار بطل مسلسل الأسطورة إلى أن أعداء النجاح هم من يبحثون عن أي خطأ له، وذلك بعدما قاموا بإظهار فيديو قديم له. وعلى الرغم من ذلك قرر رمضان اعتذاره مرة أخرى قائلا أنا آسف، أنا كنت صغير وكانت لحظة غضب، معتبرا أن ما جاء في الفيديو المسيء ليس كلاما من قلبه، خاصة أن قلبه يكن كل الاحترام والتقدير لأهل الجزائر. وطالب رمضان جمهوره بأن يرسلوا فيديو الاعتذار إلى أصدقائهم الجزائريين، خاصة أنه يرغب في أن تصل رسالته إلى الشعب الجزائري بأكمله.